ما تسألوني عليها تفكروني بيها فرصة قلبي ينسيها قلت فيها وقلت عليها أنا أيام باسكت بيها سيت سكوند فيديو تاع اليوم الاثنين بيان سور 9 سبتمبر 2024. راح نزيد نرجع على مازلنا في الانتخابات هذه. كلموني بزاف الناس قالوا لي تكلم لنا شويه على الانتخابات هذه كيف لي ريزولطا ولي ريزولطا اللي ما عجبوكش وما عجبوناش الكل. على كل حال وكيف هادو اليوم توت لي برسكو العالم كل قال كي لا فيليسيتي مشي تبون وكذا هنا هنا اون فوا بارتلي سور سا. قبل هذا حبيت نجاوب واحد السيد كتب لي على كي قلت بلي يمس وقيلا نو ديمونش قلت بلي النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد قبل ما يكون ينزل عليه الوحي 40 سنة كان مسيحي، كان في الديانة المسيحية، مش غير كان في الديانة المسيحية، كان هو اللي كما قال واحد يساعد سي فولي لو بريتر هذا كان هو اللي يساعده. ومن بعد حتى باش من بعد باش كينزل عليه الوحي باش ولا كما قال واحد في الإسلام. قبل كان ما عجبوش الحال، قال كيفاش تقول كيما هكذا، الناس ما تعرفش. الناس جاب لي ربي الجزائريين هذو مساكن ما عارف كي يقولوا هما مراض مساكن شويه في الدماغ نتاعهم. هما بالنسبه ليهم الاسلام هذا بعثه ربي للجزائر. قريب يقولوا النبي عليه الصلاه والسلام راهو من الجزائر ولا من وهرن ولا من قسنطينه ولا من ما عارف منين. قريب يقولوا والله قريب يقولوا ربي سبحانه عز وجل راهو جزائري. قريب يقولوا كيما هكا يحسبوا باللي الدين هذا نتاعهم هما ما كان والو، ما على بالوش هذا البخنونه هذا باللي راهو الاسلام راهو جا هو الاخر.
راهو جا هو الاخر. وبكري واش كانت الديانات بكري؟ كانت ما كانش ديانات حتى الاسلام هو اللي كان له خلاص هو الاول. يا منا الاسلام هو الاخر والنبي سيدنا محمد هو الاخر، ويا منا لا الاسلام هو الاول وسيدنا محمد هو الاول والباقي ما كانش خلاص. يعني اش بكم هذا يا الناس؟ اش بكم هذا؟ شويه فيقوا، شويه فيقوا، روحوا تقراوا شويه، شوفوا. ما تهضروش غير مع الناس اللي معاكم انتوما هذو اللي قاعدين فارغين شغل هذو، روحوا هضروا معاه، شوفوا الناس اللي تعطيكم. شوفوا سقسيوا هذا، سقسيوا هذا، سقسيوا مسيحيين، سقسيوا يهود، كيفاش يوم قبل ما نكونوا حنايا كما قلنا، قبل ما يكونوا حنا، قبل ما يكون الاسلام هذا، كانت الديانات اخرى، كانت المسيحيه، اليهوديه، كانت هذو كامل كاملين. وسي نورمال كيفاه سيدنا محمد على 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 حسابك انت يا 40 سنه نزل عليه الوحي على 40 سنه ولا اكثر، على حسابك هذيك 40 سنه كامل كان ما يمنش، ما هوش مؤمن خلاص، ولا كان مسلم. يعني واحد الناس يعني والله يجاوز نسيبا الناس ربي يهديهم. كنت انا نسيت واحد السيد ثاني ولدي كي ما نعرفوش اسمه، هذا عبد الحق ولا ما نعرفوش هو، هذا هو خير، هذا هو ايه سي سويلا. دونك ايه واحد ثاني كتب لي قال لي بكري، هذا هو بكري عبد الحق، هذا قال لي ما كانش الامازيغ خلاص. كون الله العظيم يرزقك والله، يعني شي لي كانش على حسب هو. العرب هما العرب اللي كانوا هنا برك، كانوا جاوا البيزنطيين والرومان، الامازيغ ما كانش على حسب هو، حنا ما كناش خلاص. وشكون اللي دار الفتوحات الاجراميه؟ يا واحد البوخنونة، يا واحد المصنان، يا واحد الفيح. شكون اللي دار كيف اسمهم؟ شكون اللي دار الفتوحات الاجراميه؟ شكون درنا حنا الامازيغ؟ شكون اللي جا من شبه الجزيره العربيه يذبح في الناس ويقتل في الناس وقتل الرجال وداو النساء لسوريا؟ حناوي، حنا اذا حنا اللي جينا درنا الفتوحات. عندك الحق، العرب كانوا هنا، كانوا هنا في الجزائر، وحنا جينا، حنا جينا من اوروبا، وجينا من الاخر، وجينا داخل الى هكذا. يا التاريخ واضح، كلش واضح، واش تعلم يعني واش تكذب انت؟ ديجا انت بعد راك ماشي جزائري باش يكون في علمك، انت راك تكونيت با الجيريان، راك عندك لا ناسيوناليتي الجيريان. ما تخلطش الامور، انت ماكش جزائري، انت عندك الجنسيه الجزائريه ديتها، خطراش مالك اللي جاوا مع العرب في الجزيره من الجزيره العربيه توطنوا وقعدوا هنا داو ناسيوناليتي، مي انت ماشي امازيغي، انت ماشي الجيريان. ولو كان غدوه والله لا يقدرك ما يصراو مشاكل وكذا، نحيوك ناسيوناليتي ونهزوك نديوك لي فرونتيير، نعطيوك سواء الكويت ولا نعطيوك كيف اسمها العربيه السعوديه اذا قبلوكم، باسكو هما يقولوا بلي حنا ماهمش تاعنا، وحنا ما على بالناش، انتم راكم تقولوا حنا عرب، مادامكم عرب نديوكم لا فرونتيير. انا ما نهضرش انا على العرب، الناس اللي قاعدين عايشين ترونكي ولاباس عليهم، هما هذوك قاعدين معانا حنا معاهم، عمرنا ما قلنا لهم ماكمش منا ولا ما عمرنا ما قلنا شي هذا. بصح الناس اللي تحب تقسي الامازيغ ولا اللي يكرهوا الامازيغ، هذو يجي نهار نحيو لهم ناسيوناليتي ونديوهم، اذا قبلوهم السعوديه ولا الكويت نعطيو لهم، اذا ما قبلوهمش نعطيوهم لو كوميتي دي ريفوجي لو اش سي ار، هذاك دبر راسو هو يشوف وين يدي، يعطيهم دي طونط ولا يعطيهم يروحوا من مين. ترك ماشي جزائري باش يكون في علمك، دي مومون كو فونيت با امازيغ فونيت با الجيريان باش يكون في علمك، خاطر العرب ما كانش في شمال افريقيا، ماك الجيريان، ماك تونسي، ماك مغربي، ماك ليبي، ماك ما هذو اللي ماهمش من امازيغ، راك ماشي منا. هذا هو التاريخ، ما كانش، ما تنجمش تزور التاريخ، ما تنجموش الا غايب زي كوم سا. دونك نرجعوا كيف اسمو القضية نتاع الاخر، يقول لي واحد كيفاش رأي الامريكان بعثوا تيليجرام لمسيو تبوري هنيوه وبعثوا. يا ولدي هذه سياسة، ما عندك لا تفهمها حاجة أخرى، لا تفهم باللي الامريكان راهم يشتيو مسيو تبون وعلى هذاك بعثوا له برخية يهنيو فيه، وفرنسا راهي تشتي مسيو تبون. نو مسيو، حنا ما ديجا السفير تاعنا ماهوش في فرنسا، السفير نتاعنا ماهوش في فرنسا، عيطوا له جا ودخل دوكا ما رجعش فرنسا، وماناش متفاهمين مع فرنسا. بصح ماكرون بعث سي
سي شغل سي دي بروتوكول. هذا مكان بالك وحده كيف اسمه هذا الاخر كيف اسمه ماكرون موش ميم با هو اللي بعث موش هو اللي بعث خلاص الدوله الفرنسيه بعثت باسكو هما سي لجيري كي لي انتريسي با مشي تبون ولا انا ولا انت ولا هما بوغ سي كوم سا. نعطيكم حاجه برك نعطيكم حاجه باش تعرف باللي السياسه راهي تخدم كيما هكا. بن علي بن علي كانت وزيرة الدفاع نتاع الوقت هذاك كي كان بن علي وقعت شويه هذه وقعت شويه مشاكل في تونس هذيك وقيلا ميشيل اليو ماري وقيلا نشفيت عليها راحت هي بعد راحت لبن علي وقالت له تحب نساعدوك باش على هذا كيف اسمه لي مانيفيستون هذا وكذا ومن ان فرنسا راهي موجوده باش تساعدك وقال هذا قال هذا نون سي با لا بين. من بعد كي تنحى بن علي هرب خاطر كي كان في السلطه سي نورمال سي نورمال فرنسا راهي تخدم معاه. من نهار هرب وراح خرج من 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 تونس وركب في الطياره وجا باش ينزل في فرنسا قالوا له ما تنزلش ما تنزلش عندنا راه شوف نزل وين بغيت. شفتوا كيفاه السياسه ما شفتوش يا منا راهم معاه قالوا له اذا تحب نعاونوك في هذا كيف اسمه في هذه المانيفيستاسيون هذو اذا تحب نعاونوك نعاونوك. ومن بعد كي شافوه باللي خرج هرب راه جاي هارب جاي بون مادامو قالو نعاونوك ومن حبابو وصحابو كان حال مع واحد معاهم كان يهضر مع الرئيس تاعهم كان نهار كي طاحت به وجا هارب جا دار 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 في واش يقولوا في بالطياره في على رئاسيه على كيف اسمه على باريس وفينالمون قالوا ما تجيش. هذه السياسه حنا ثاني كنا مع الجزائر كانت مليحه مع كيف يقولوا مع القذافي كنا ملاح مع القذافي ما كانش عندنا مشاكل معاه كان مع بوتفليقه يتفاهموا طري بيان وكنا نتفاهموا معاه. من نهار كي طاحت به وجا باش يهرب عندنا قالوا له ما تدخلش عندنا ما تجيش عندنا. هذه السياسة اليوم هم بعثوا له يهنيو فيه الله لا يقدر غدوة كش ما كان الله لا يقدر كش ما يكون يبومباردي ماشي يكون في عينك او سافي با دير كي بعثوا له تيليجرام باللي باللي راهو رانا راهم متهمين معاه ورانا متهمين معاهم كاينش منها. هذه السياسة سي سا يقولك لا بوليتيك سي سا لا بوليتيك اليوم يبعث لك غدوة يسقك كيما قال واحد. دونك حنا واش اللي لازمنا نديرو حنايا ما نشوفوش هذا الشيء هذا قال ها نبعثوا لتبون ما بعثولوش ها وداروا ما داروش. حنايا نقيموا الوضع نتاعنا ونشوفوا اسكو درنا حاجه مليحه ولا ما درناش حاجه مليحه. بهالانتخابات هذه انا على حسب رايي ما درناش حاجه مليحه خساره الصوار هكاك قاعدين نحبوا زعما اون اون ترين دو فير دو لا فيغاسيون هذا ما كان بلي حنا قاعدين نديروا في انتخاب كذا ومنا ديجا ديجا الانتخاب هذا بعد اللي شفتوه اللي عنده ما ماش حنا الشعب اللي ما رضيناش على الانتخاب وعلى حنا الصحفيين ولا اللي ما رضيناش عليه هادو في ثلاثة بعد لي كونديدا في ثلاثة تبون وهذا اللي معاه او شيش وهذا نتاع حماس هذا هما بعد داروا بيان وما رضاوش على الانتخابات هادو قال لك اخويا ما النتائج هادو ما مش كذا وما عجبوناش وكذا ومن ومن دونك مهزلة اللي صرات هذا مكان دونك هذه هي فوالا مهزلة وحنا عرفناها تخرج كيما هكا عرفناها تخرج كيما هكا ومن بعد كانوا اخرين يقول لك هاو داروها بالعاني التبون واحد يقول لكم داروها منا وهذا حنا نبقاو ديما في تصفيه حسابات نبقاو ديما ماناش متفاهمين في بعضنا نبقاو ديما هذا يجبد الطبيب هذا هذا ينحي هذا هذا يمشي هذا هذا منا وشكون هو اللي يسلك على الاخر هو الشعب مسكين هو الشعب هو اللي يخلص. حنا ما يهمناش تبون ولا شكون يجي في بلاصه تبون ولا يجي حنا ما يهمناش الشخص حنا يهمنا الانسان اللي يخدم برك هذا مكان الانسان اللي يخدم ويخدم البلاد ويخدم الجزائر ويخدم الشعب هذا هو اللي يهمنا. حنا اللي يهمنا لا بوتفليقه لا الشاذلي لا تبون لا عبد القادر لا زيد لا بوزيد حنا يهمنا الانسان اللي يخدم برك هذا مكان. حنا كون لقينا مشيو تبون اليوم الشعب راه لاباس عليه وجزائر لاباس عليها ولي سيكتور لاباس عليهم طول لي سيكتور راهم يمشيو والحمد لله خلينا موش طول لي سيكتور غير نقولوا يمشيو اربعه ولا خمسه برك اسيدي حوايج اللي نحتاجوهم حنا برك باكزومبل الماء كاين الناس تداوي القدره الشرائيه مليحه الناس تقضي كما قال واحد الناس راهي لاباس معليش اسيدي نجمو نصبرو كما حتاني فرج الله مليون مخوذه على كل المستويات مخوذه على كل المستويات ما كانش حاجه تمشي في البلاد ما كانش حاجه اللي نجمو نقولوا باللي راهي
هذيك الحاجه هذيك تمشي، واللي يحب يكتب اللي يكتب لي اعطيني سيكتور اللي راه يمشي في البلاد، اعطيني كان سيكتور ما كان والو. حتى الرياضه اللي كانت زعما الناس كانت الرياضه زعما الناس كيما يقولوا هما يوضروا بها شويه وقت ويزهاو بها شويه، ولاو فيها حل مشاكل، ولاو فيها كيما قال واحد ما كانش حاجه يعني، والله ما كان حاجه تفرح. والله كيما نقول لكم والله الا تسعه حاجه اللي تفرح ما كانش. وعلى هذا احنا طلبنا وقلنا يا ولدي راه التغيير يجي منا احنا بعد، احنا ما نستناوش البلدان منا يجيو يغيرونا، اذا نستناو البلدان يجيو يغيرونا دخلت ونضربهم احنا وحدنا برك. احنا نشوفوا بلي الحل ما تمشيش يا خويا، ريكومونس نشوفوا حاجه اخرى. هذه هي احنا نورمالمون احنا في بعضنا كيما قال واحد نشوفوا اليوم السيد تبوني يقيم روحه، هو بعد يقيم روحه اذا يشوف روحه بلي خدم مليح حاجه مليحه، بصح يشوف الريزلتا، يشوف الريزلتا، يخرج للشعب ويشوف طراش واش كاين، تكون الحاله مليحه ماشي مليحه. وكتشوفوا غير هنا بك في السود برك واش صرا، هاكم تشوفوا كيفاش، هاكم روحوا شفتوا صبت شوينو تخت الدنيا وماش غير تما وين تصب، دوك تشوفوا هاو جاي الشتاء دوك تشوفوا كيفاش، دوك سي لا ميم شوز، دوك تشوفوا في سطيف، دوك تشوفوا في العلمه، دوك تشوفوا في خنجله، دوك تشوفوا في وين تجي غير تصب شويه برك تدخل الدنيا. علاه؟ باسكو ما كانش ما حاجه ما هي مليحه، حاجه ما دارت، كلش مخدوع، كلش مخدوع، كلش مخدوع، ما كانش باش نخدموا خدمه نظيفه ما نخدموش، ما كانش. جيب اخويا مد الدراهم مد الدراهم، كيما قلت لكم البارح انا نعرف خنشله حمايه خنشله من الفيضانات ملي كنت صغير وانا نسمع بها، كل عام يصرفوا، كل عام الملايين يمشيو، مد مليار، مد 50 مليار، مد 20 مليار، مد 70 مليار، مد مد مد، وباخين احنا كل وين تصب النو عليه خنشله نضرب نركبوا في الكمين وفي تاريخ الثلاث باش نقدروا نعديو نروحوا للستون لوجمون ولا نروحوا ل حاجه ما دارت، ما كاين والو. السبيطارات نتاعكم تشوفوا فيهم، السبيطارات نتاعنا هاهم يعانيو كيما قال واحد، وكل خطره نحي مدير جيب مدير، نحي مدير جيب مدير، نحي مدير جيب مدير، سي ريغلو با لا سيتيون لا سيتياسيون، سي با لا سوليسيون، ماهيش احنا قلنا لهم ماهيش لا سوليسيون. السكنات هاهم الجزائر تبني، ما كانش دولة بنات السكنات قد الجزائر، يا هل ترى قضينا على لابينال ما قضيناش عليها، ما كانش. الما كيف كيف، خسرنا وخسرنا ودير لي باراج ودير لي باراج ودير لي باراج ودير لي باراج، الناس يعطشانو، ما كانش الما. واش هي الحاجة اللي مليحة اللي درناها في البلاد؟ أعطوني حاجة برك اللي اليوم تخلينا نقولوا حنا اليوم الحمد لله الجيري راهي لاباس، وراهي هاي الناس تهرب كل نهار هازين كيما قلت لكم قبيل. هذين لي باطو تباشو هاربين، ما عادش عائلات كيما قال لي قلت واحد، قال لي عادوا بلدان كل رايحه، قريب يخليونا وحدنا، يروحوا كامل يخليونا وحدنا. لو كان جات البلاد مليحه يهربوا الناس، يهربوا منها ما يهربوش منها، امريكا كاينه. والناس اليوم مازالوا ما فاقوش، مازالوا الشعب مسكين، تالمون الشعب مسكين كلخولو المخ نتاعو، عاد مسكين الحاله مخوذه هو ويقول تحيه تحيه. الحالة مخوذة والشعب مسكين يقول تحية تحية، واش نقول لكم؟ الغالب مالغري كيما قال واحد الناس نورمالمون تلقى ساعة ساعة واحد ولا زوج على بالهم سيك بلاسيون تاع البلاد والراي، وعلى بالهم، مي الباقي تحية تحية تحية. وكي نقول لهم يا ولدي راهي حاجة ما تمشيش يقول لك اسمح لي، أنت خاين، أنت يمشيو فيك، وي، أنت يمشيو فيك الصهاينة، وي، أنت يمشيو فيك المخزن هو اللي يمشي فيك. انت يمشي فيك اسرائيل، انت تمشي فيك الامريكان، هذا واش يعرف هذا، ما يقولكش بتاتا السيد عنده الحق، وكان يهضرنا على الحاله يقول لك الحاله ماشي مليحه، سي نورمال الحاجه ماشي مليحه. اليوم مادام الشعب مسكين يعاني، الشعب كيما قال واحد ولا يطلب في المعروف في لي ريزو سوسيو ساعه ساعه ونشوفوا دي بوبليكاسيون، مساكن الناس تشف ما عندهم ني كارطابلات، ما عندهم، نروحوا لونتري دي سكولير، كارثه كارثة كارثة كبيرة. وهذا والشعب مازال ما فاقش، مازال ما فاقش. معليش يا سيدي، اعطيو ليك مكان ولد مسؤول في اليونيفرسيتي تاع هذه تاع البلاد نتاعنا في سطيف ولا في الجزائر ولا معاهم، اعطيني واحد ولد مسؤول، ما تلقاش ما تلقاش. والشعب ما فاقش، الشعب مازال يقول لك يا ابن عمي انت علاش ما يقراوش معنا ولاد المسائل، علاش بوركوا، علاش ما يداويوش معانا المسائل ولاد المسائل، علاه ما يداويوش معانا في ميم زوبيتو، علاش؟
علاه ما يقراوش معنا في ميم زيكول؟ علاه ما يداويوش معنا في ميم لي ميم زوبيتو؟ علاه ما يشربوش الماء اللي نشربوه حنا؟ علاه بوركو شفتو كيفاه ولا ما شفتوش؟ ها ولا لا 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 ديفيرونس بين الجهه، خاطرش لو كان جاو غدوه الصباح وكان جاو الناس المسؤولين تاعنا ياكلوا ماكلتنا ويشربوا معنا الماء اللي نشربوه حنايا ويداويو في السبيطارات اللي نداوي فيهم حنايا وولادهم يقراو في لي زيكول اللي يقراو فيهم حنايا كانت الحاله تكون مليحه. كانت نقولوا بلي لاجيري تالفا تخي بيان وي مي المسؤولين ما يداويوش معاك، المسؤولين ما ياكلوش معاك، ما يشربوش الماء نتاعك، الولاد المسؤولين ما يقراوش في لي زيكول نتاعك، ما يداويوش في لي زوبيتو نتاعك. ماشي نورمال يخليو هذا كامل الشعب الغبي مسكين كيما قال واحد هاو يقرا يقرا من بعد يروح يحكم الحيط وخلاص. ولاد المسؤولين المسؤولين عندهم دوطر شافويتي، هاهم يقراو في الخارج يبقاو في الخارج كيما قال واحد وبينهم نهار يكملوا لا روتريت يلحقوا عليهم وخلاص. هاي والشعب مسكين ماهوش فايق خلاص خلاص، او كونترار يزيد يصفق يزيد يصفق يقول لهم حنا ما نقولوش كيما نقولوا للشعب ثوروا ديروا مشاكل، لا 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 حنا عمرنا ما نقولوا شي هذا باسكو موش في صالحنا، موش في صالحنا خلاص ما كاينش. دونك حنا نقولوا للشعب يكون واعي وتشوف تشوف باللي لي زيكول نتاعنا من نهار داروا التخريب هذا راحوا لي زيكول نتاعنا، راحت من جابوا لنا التعريب 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 وهما ما فاقوش. الشعب يقول كيف نعمي انت الناس عربوا الدنيا وخربوا الدنيا ولادهم ما جابوهمش معنا، علاه علاه ما جابوش ولادهم يقراو معنا؟ بورتون داروا التعريب والتعريب كيما قال واحد هو لافونير تاع البلاد، هو لافونير تاع مادام لافونير تاع البلاد، علاه ما جابوش ولادهم معنا؟ ولا يكرهوا ولادهم، يشتيوا الشعب يشتيوا ولاد الشعب ويكرهوا ولادهم. كان يفيقوا ما فخوش هاو لليوم لليوم هو نورمالمون لليوم نرجعوا للفرونسي نورمالمون نرجعوا نديروا مادامنا حنا رانا في لا ميديتيراني ورانا مع لي بيي فرانكوفون نرجعوا للفرونسي ونديروا الدوزيام لونغ هي لونغلي ونكسع نجيو الاسبانيول ونجيو كسع والعربيه هذه نخليوها الا للتربيه الاسلاميه نديروا ساعه ولا نديروا كما كنا نديروا بكري وخلاص. هي ماما التربيه الاسلاميه نحيوها باسكو ما تجيب والو، التربيه الاسلاميه تجيب الا الارهاب ما تجيب والو ما كان والو، سورتو سورتو كي نقراو الناس هذه وذبحوهم وقتلوهم واعدوا لهم كل ما استطعتم من قوه ترهبون بها عدوكم وعدو الله وهذا يعني وين تقرب انت تخرج لي في الارهابيين. دونك لازم نحيها، ما عندي ما ندير بها تاع قتلوهم وذبحوهم ما عنديش ندير بها. الناس بلاك ندير نعلموهم الصلاه بوتيتر، الناس تصلي قال ولدي صلي كيما قال واحد وخلاص، مي جيت قري لي الاولاد قاتلوهم وذبحوهم هذه لو كان انا جيت رئيس الجمهوريه والله العظيم غير نحيها. والله هي التربيه الاسلاميه هذه لو كان جيت رئيس الجمهوريه غير نلغيها، والله غير نلغي حتى وزاره الشؤون الدينيه والله نحيها. واش ندير بها انا وزاره الشؤون الدينيه؟ لا انا جاي باش نخرج دي كادر تاع الدوله ولا جاي نخرج مؤمنين انايا؟ يمشوا كيفاه حاجه ما تمشي. وكي نهضروا كيما هكذا كانوا يخرجوا لنا بعض الدواعش ويبداو يسبوا انت وانت منافق وانت كذا كي تهضر لهم حاجه في الصميم اخ تقول له يا ولدي هذه ستي لومب هذه ستي ها تقول له بيكزومبل هذه سوندري ها نعتلو هذه هي سوندري ها هو يقول لك لا لا خويا انت منافق انت كيفاش انت ضد الدين. يا ولدي انا مانيش ضد الدين، انا مسلم، انا كيفاش نكون ضد الدين؟ هاني مسلم يا خويا، انا مؤمن، انا علاه نكون ضد الدين؟ بصح انا ضد الدين اللي داروه جدودكم، مانيش ضد الدين اللي داروا ربي. الدين اللي داروا ربي كسوة المسيحيه اليهوديه اي دين اللي داروا ربي سبحانه عز وجل معاه، انا معاه. مي ربي ما يديرش الدين تاع قاتلوهم وذبحوهم واعطيوهم الحس وقتلوهم وديروا لهم، هذه انتم جدودكم اللي داروها، وانا ضد هذا الشيء هذا اللي داروه جدودكم. سي نورمال انا مع الدين تاع ربي اللي يقول حبوا بعضكم خاونوا بعضكم عاونوا بعضكم، هذه وي هذه مع الدين تاع ربي سبحانه. بصح نتاع قاتلهم لا، انا على بالي بلي ربي ما يديرش هذا الشيء هذا، وعلى هذاك انا ما نمنش بهذ الصورات هذو فوفوي. دونك حتى المدرسه كما قال لك هذوك النهارات وكاين واحد السيد اللي كان يدافع زعما على العربيه يدافع 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 ولا قال لهم يا جماعه اسمحوا لي ما عندنا رانا ما لقيناش روحنا خلاص ما لقيناش روحنا سيبري ما لقيناش روحنا. علاش؟ باسكو الناس اللي دبروا علينا قالوا لنا ديروا التخريب بالعالي باش يحاوزوا الناس اللي كانوا شويه فيهم شويه يقريو في الاولاد كيما قال واحد منا، وكانت النيفو نتاع ليكول تاعنا كانت عاليه صبحت عليه راحت خلاص. هما ولادهم هزوهم بعثوهم لفرنسا، ولاد الشعب اقرا العربيه وقعد بغل تبقى بغل
وكما قال واحد من بعد كي تخرج احكم الحيط وريح طونكيل. البنات برقعوهم لبسوا لهم البرقع وخليها تدي الشهاده نتاعها وتروح تحكم الدار وتقعد طونكيل وخلاص. هذا هو فوالا. دونك ما يفو با تشوفوا باللي اليوم راهو واش يقولوا الرئيس نتاع واش يقولوا نتاع ليزاتازوني دامريك هنا مشيو تبون، وكيف اسمه نتاع انجلتير هنا مشيو تبون، ونتاع هذوك وي سي نورمال يهنيو سي نورمال مادام هو الرئيس تاع البلاد يبعثوا له. غدوه لو كان ينحيو ما يعرفش بيه حتى واحد، وهذه هي سي صالا بوليتيك فوالا. الي تبعوا على خير، بونسواغي ا توتي ا توس، ا دوما ان شاء الله.